الحين أهل الضلال يسمون أهل الخير وأهل الدين بالظلاميين، إنهم يعيشون في ظلام، ظلام قديم، ويريدون أن الناس يعيشون مثل القرون الوسطى كما يقولون. هذا موجود الآن حتى مع الأسف يكتب بالصحف الآن ظلاميين، لقالوا الظلاميين فهم يريدون أهل الحق، أن الحق ظلام عندهم، والشرك والكفر والشهوات هذه تبرونه تنور استنارة وتنور، هذا مستنير، هذا متنور، هذا إلى آخره. نعم.